عاقل يضحي بالأهم من أجل المهم، يضحي بالمهم من أجل الأهم. وهذا الشيء موجود في القرآن الكريم وموجود في الإسلام. هل قد أكو أمثلة؟ أنا هاي مقدمة للبحث. هل قد أمثلة عندنا في الإسلام؟ إذا تعارض الأهم مع المهم يقدم الأهم. فرد واحد دي يصلي وابن الصغير دي يوقع بالبير، الصلاة واجبة وإنقاذ النفس المحترمة واجبة، إذا راح ينقذ صلاته تبطل، إذا يكمل صلاته الطفل يوقع بالبير ويموت، أيهما هذا؟ إنقاذ. يقول اقطع صلاتك روح انقذه. تزاحم. فرد واحد يصلي صلاة مستحبة، أبوه ما يدري بيدي يصلي صلاة مستحبة، أبوه قاعد بالصالة هو بالغرفة دي يصلي، أبوه صاح له مرة مرتين ما جاوبه، قال أولاد آخر الزمان، يسمع يسوي نفسه ما يسمع، شاط يقولون هنا اقطع صلاتك وجاوبها. إرضاء الأب أهم من صلاة مستحبة، أذية الأب محرمة. لو صار عندكم تعارض بين مستحب وارتكاب حرام، يا هو أهم ترك الحرام لو فعل المستحب؟ ترك الحرام. أذية الأب محرمة، يقول اقطع صلاتك روح جابه. دائما في باب التزاحم، لو صار تزاحم بين واجب مو مستحب، بين واجب ومحرم، ياهو يقدم واجب. الحرام يقدم. ليش؟ لان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة. فد واحد دي يغرق، فد واحد دي يغرق وواحد يريد يصلي، هذا تركه يموت حلال حرام؟ صلاة واجبة، يقول روح انقذه. أنا أصلي ولكن أتصرف في بيت الناس من غير إذنهم، هذا حرام لولا؟ حرام. يقول للصلي